عم نسمع هالفترة أصوات مرتفعة لمعارضين مرسوم التجنيس اللي هن كل من أحزاب القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية والتقدم الاشتراكي، مع تسجيل الاعتراض بصوت أقل ارتفاعاً من جانب طيار المردة وبعض الشخصيات السياسية المستقلة. والدليل على هذا الموضوع هي الخطوة الفريدة من نوعها ويلي صار لوقت من نصيرة، وهي الاجتماع يلي انعقد ببيت الكتائب المركزي بالصيفي بين محامي أحزاب الكتائب والقوات والتقدم الاشتراكي لتوصلوا لتقديم طلبات لوزارة الداخلية للحصول على صورة طبق الأصل عن مرسوم التجنيس. وبين واضح مدى قدرة هذه الأحزاب وقوتهم على تشكيل معارضة قوية سياسياً وإعلامياً بوجه السلطة الحاكمة. هذا الأمر يلي شكل نموذج عن قدرات هذه المعارضة لتشكيلها أي عام بحال أبعدت عن الحكومة أو السلطة التنفيذية ودفعت لأداء دور المعارضة بالمستقبل. وعن الاجتماع اللي صار امبارح بين محاميي الكتائب والقوات والاشتراكي بالصيفي والنتائج اللي وصلوا لها، كان معنا مداخلة من مستشارة النائب سامي الجميل القانونية لارا سعدي. نحن امبارح بالاجتماع درسنا نقاط القانونيه المتعلقه بمرسوم التجنيس، وشفنا في حال سلمونا المرسوم او نشروا المرسوم شو السيناريو اللي معقول نلجا له قانونا وقضائيا، وبنفس الوقت شفنا اذا ما سلمونا المرسوم كمان شو الاجراءات القانونيه اللي ممكن نعملها، والخطوات المشتركه او الخطوات اللي رح تكون كل حزب رح يقوم فيها على حده. يعني لكن هذا الموضوع منه موجه لا ضد العهد ولا ضد اي شخص، يعني موضوع مرسوم التجنيس هو بحد ذاته الموضوع اللي نحن عنا اسئله عليه. يعني عنا اول شيء المشكله مع طريقه التعاطي مع هذا المرسوم، يعني عدم نشره وابقائه سري والتكتم عليه ورفض تسليم نسخه عنه، هي المشكله الاساسيه بغض النظر من الشخص اللي هو مولج بهذا الموضوع، ان كان رئيس الجمهوريه او وزاره الداخليه او لو مطلق اي وزاره ثانيه تعاطت مع هذا الموضوع بنفس الطريقه كان رح يكون موقفنا نفس الشيء. يعني القصه منا موجهه لا ضد العهد ولا ضد اي شخص، هي القضيه بحد ذاتها ومصلحه ودفاع عن مصلحه لبنان واللبنانيين هي اللي وحدتنا، لا تكتل ضد احد ولا تكتل مع احد. فبعد النقمه يلي بدت واضحه من مختلف الافرقاء على مرسوم التجنيس، هل هذا المرسوم رح يفتح باب لاصطفاف جديد يشكل معارضه للعهد داخل البرلمان الجديد والحكومه يلي قادمه؟ ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.